مرحبا سيد دكان مبعوث الفرنسي، بشرنا من بيروت من كم ساعة إنه على حكومتنا بأول كانون الثاني تنفذ وعدها وتزيد تعرفة ساعة الكهرباء. بغض النظر عن دكان يلي عم يتصرف معنا اليوم مبعوث وأكتر، ويمكن حقه مع هيك دكان إنه يكون دكان هالقد، بس رح نزيد من الشعر بيت ورح نقول وسجلوها عندكم مثل ما عودناكم. مش بس دكانتنا، عفوا حكومتنا رح تزيد تعرفة ساعة الكهرباء. لا، لقيوا حل جديد على طريق أبو فؤاد 3 بواحد، رح يرفعوا ساعات تقنين الكهرباء، بيوفروا بالفيول تقريبا $500 مليار بالسنة، وهيك بيكونوا وفروا $500 مليار، ما زعلوا مافيات المحروقات، لأن احنا البلد الوحيد يمكن بالعالم يلي تارك تجار يستوردوا محروقات وبيشتريهم من التجار يلي بحطوا عمولة، لأنه التجار رح تبقى محروقاتهم عم توصل بس هالمرة للمولدات بدل ما تكون للدولة اللي مش قادرة تدفع. وثلاثة، رح يكون السيد دكان راضي عن دكانتنا يلي عم بتخفض بالميزانية فاتورة الكهرباء. يعني باختصار، هيك دكان بدها هيك دكان، وياس 3 بواحد، فاتورة أقل، تجار بيبيعوا وأكتر، وسيد دكان بيرضى علينا.